زيت الزيتون معروف بفوائده العديدة وخاصة بالوصفات الطبيعية المستخدمة للبشرة والجسم، غير إنه بيدخل بتركيبة الكثير من كريمات العناية بالبشرة، لكن فوائده مرهونة بطريقة الاستخدام، فالاستخدام الخاطئ لزيت الزيتون رح يؤدي لأضرار على بشرة الوجه. زيت الزيتون بيساهم بترطيب الجلد والتخفيف من التجاعيد، إلا أنه عدم تنظيفه بشكل جيد رح يؤدي لتراكم الرواسب والأوساخ على سطح البشرة، بالتالي ظهور البثور والحبوب الدهنية. لهيك ينصح بغسيل زيت الزيتون بالماء الدافئ وبشكل جيد. تطبيق زيت الزيتون من الأفضل يكون على البشرة الجافة، كون تطبيقه على بشرة وجه مبللة بيسبب اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة والتصبغات عليها. استخدام هالزيت بشكل مفرط ومبالغ فيه بيخلي البشرة لامعة ودهنية، الأمر يلي بيسبب مشاكل صعب التخلص منها. ومن أفضل النصائح المقدمة هي استخدام زيت الزيتون باعتدال وبكميات قليلة على الوجه.